بعض الناس يصيبه الزهايمر مثلا، فقد عقله ولا سمح الله زنى، هل هذا الإنسان الذاهل عن أحكام الله يقام عليه الحد؟ هذا إنسان يعني فقد عقله، يشبه المجنون، يعني فقد أن لله أحكام وأن هذا حرام وأنه يترتب عليه عقوبة. وكذلك من قذف إنسان، طب هذا الإنسان إذا جن وقذف هذا الإنسان، هل هذا الإنسان يعامل يعني يجلد أو يعزر بحسب القذف والشتيمة؟ لا يجلد ولا يعزر لأنه ذهل، يعني فقد عقله. إنسان أصابه مرض والطبيب العدل المسلم الثقة قال له يجب أن تأخذ هذا الدواء المحرم، مثلا مخدرات، نوع من المخدرات، وهذا مسكر وليس له بديل وضرورة أن تأخذه، وإلا مثلا يعني تلف هذا العضو أو تلف البدن ومت. إنسان هل هذا يقام عليه الحد أنه أخذ مسكرا؟ لا يقام عليه الحد. إنسان سرق بعد أن جن أو فقد عقله، وكذلك لو صال، لو قطع الطريق على إنسان أو ترك أو ارتد عن الإسلام، إذا هذا الإنسان يعني أصابه هذا المرض في عقله، في فالمهم أن الإنسان إذا طرأ عليه أمر ومرض لا يعاقب كالإنسان السليم. طبعا هذا الأمر أو الطارئ الذي يذهل عقله، أو يعني يصاب هذا الإنسان بالجنون أو يفقد الذاكرة أو إلى ما يتبع ذلك، وكل هذا يعني يراجع فيه الإفتاء والمفتين، لكن هذه إشارة للتنبيه.